في ظل الأحوال السائدة بسبب جائحة كورونا، وتجسيداً لأواصر المحبة بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين، تبادل المواطنون في مختلف محافظات المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مما عكس مدى عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع الواحد. كما أقيمت في مختلف كنائس المملكة قداديس إلهية رفعت فيها الصلوات والطلبات بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع، مع التمنيات بزوال الجائحة وأن يعيش الناس بصحة وعافية، حيث رصد فريق نورسات أجواء العيد في عدة رعاية في العاصمة عمان. فإلى هناك.